السؤال ده بقى ليكم انتوا الاثنين، بس انا هبتدي بهبه. اتفضلي. يمكن انت اتكلمنا في انجازات كتير انت عملتيها يا هبه، بس الناس في اكتريتهم بقى الجيران بقى والصحاب والقرايب، اكيد كله اتفرج عليكي امبارح. اكيد. طيب قولي لي بقى ردود الفعل بعد ما رجعتي من الاحتفاليه وبعد ما كل الناس دي شافتك امبارح، ردود الفعل كانت عامله ازاي؟ لا ردود فعل ايجابيه جدا، يعني بيشجعوني جامد، قالوا لي برافو عليكي، انت شاطره، انت قويه، واحنا بنضم صوتنا لصوتهم. طب ايناس ايه اللي حصل؟ كل الناس كانت مبسوطه لي طبعا، بابايا ومامتي والكابتن بتاعي وكل الناس واهلي وجدي. حسيتي ان في شويه اختلاف في نظره طبعاً اللي حواليكي؟ طبعا ده اختلاف كبير جدا جدا جدا. نفسك فيه يا هبه؟ انا بشكر ماما وبابا واخواتي، واحنا كمان بنشكرهم والله، ربنا يخليهم لك يا رب. بحبك جدا يا ماما.